ثمان قطع أثرية صغيرة يعود تاريخها إلى قرابة 5000 سنة صادرتها الشرطة البريطانية بعد أشهر قليلة من اجتياح العراق عام 2003 من تاجر لم يستطع إثبات ملكيتها. نقلت إلى المتحف البريطاني مطلع العام الحالي لتحليلها والتأكد من أنها ملكية للعراق. حفل تسليمها أقيم في بيت السفير العراقي. هذه القطع الثمان قد تكون صغيرة الحجم لكن لها قيمة رمزية كبيرة، وما قمنا به يعكس التزامنا المشترك بمحاربة التجارة غير القانونية للآثار. من خلال النقوش السومرية في ثلاث من القطع واكتشاف قطع أخرى في منطقة تلو بالناصرية حددت هوية المجموعة، يعود غالبها إلى المنطقة نفسها لتعود مجددا إلى العراق بعد 15 عاما من تهريبها. تعرفون القوانين الحقيقة خصوصا القوانين البريطانية تعتبر الأصعب في هذا الأمر، حتى مع لو نقارنها مع الدول الأوروبية الأخرى، فبعض التأخير نعم يحصل، لكن هم يحبون يتأكدون تماما من عادية القطعة حتى ممكن ترجع إلى مكانها الصحيح. أنا حسب معرفتي وحسب محادثاتنا هناك قطع أخرى ممكن نحصل عليها في المستقبل القريب. ضمن التعاون البريطاني العراقي تمول السلطات البريطانية برنامج تدريب يستمر 5 سنوات يشرف عليه المتحف البريطاني لتطوير فريق آثار عراقي باستخدام الأساليب التقنية والتوثيقية للحفاظ على ما تبقى من آثار وصيانة ما خلفه داعش من أضرار ونهب للإرث الثقافي في بلاد الرافدين. مصطفى زارو، العربية، لندن.